شفاه سيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في أو عند المدخل الثاني في الكلام على أسباب أو مداخل الغلط في القياس. المدخل الثاني أن يكون الخلل في الصورة، وهو أن لا يكون وضعه داخلا في نمط من الجملة المذكورة، وذلك بأن تكون النتيجة مطلوبة من مقدمة واحدة بالحقيقة، ولست أعني به ما هو من مقدمتين بالقوة، ولكن أهملت إحداهما أو أهملت إحداهما في الذكر تساهلا، لأن قاعدة القياس أن ينتظم من مقدمتين صغرى وكبرى، ويندرج الحد الأصغر في الحد الأوسط، والأوسط في الأكبر، أو تكون من مقدمتين بالقوة، ولكن ليس فيهما واسطة مكررة يقع بها الازدواج والاشتراك. فعدم الاشتراك إن كان في اللفظ والمعنى يسهل دركه لما يكون فيهما معا، إذ يعلم أنه لا تحصل نتيجة من قولنا السماء فوقنا والشمس صفراء، لأنه هنا ما فيش حد وسط. النتيجة تأتي لما يكون في حد مكرر، مثلا زيد مجتهد، وكل مجتهد ناجح، هنا فيه حد مكرر اللي هو الحد الوسط. أما إذا لم يتكرر الحد الوسط يبقى إذا ما فيش نتيجة، زي المثال السماء فوقنا والشمس صفراء، فإنهما مقدمتان لا تتداخلان، عايزين نحصل بينهما ازدواج. حتى المعتزلة قالوا إنه النتيجة بتكون بالتولد، يعني حصل زواج بين المقدمتين وأنجبوا إيه طفل، عشان كده قالوا بك. طيب، وإنما يشكل إذا كان بينهما اشتراك باللفظ لا بالمعنى، يعني ممكن يكون الاشتراك لفظي لكن ليس معنوي، وهنا يحصل مشكلة، فلا يكون ذلك إلا بسبب استعمال لفظ مشترك كلفظ المختار وسائر أقسامه التي ذكرناها وإن أهملنا بعضها. لفظ المختار زي ما سبق في صفحة 73 جاء به كمثال، شوف يعني في غلط حصل. ايه اللي حصل؟ هو اللفظ واحد لكن لما تكرر لم يتكرر بنفس المعنى، وانما تكرر
بمعنى آخر. وذلك هو في الحقيقة لا يعتبر مكرر. يعني مثلا أما سمعت قول الشافعي في مسألة المكره يلزمه الايه؟ القصاص، لأنه مختار. لكن مختار دي إما يكون اسم فاعل، يعني أنا مختار يعني أنا أختار، أو أنا مختار يعني وقع علي الاختيار، تبقى اسم مفعول، فهي مشتركة. يعني هل مختار ده اسم فاعل ولا مختار اسم مفعول؟ يعني أنت اللي اخترت ولا أنت اللي اخترت؟ فتقول أنا مختار لتمثيل المسابقة العالمية، يعني معناها أنت تم اختيارك فأنت مختار، أو أنت من المختارين. بخلاف لما تكون أنت اللي اخترت الايه؟ الناس، فأنت مختار بمعنى ايه؟ وقع منك الاختيار، لا وقع عليك الايه؟ الاختيار. فيجي لو واحد مكره، الإمام الشافعي يقول ايه؟ يقول يلزمه القصاص. يعني لو واحد مثلا أكره على قتل إنسان، يقول يلزمه القصاص، من ده مختار. كيف مكره وكيف مختار؟ والحنفي يقول لا يلزمه القصاص لأنه مكره وليس بمختار. طبعا في هذه الحالة العقل لا يمكن يصدق بالإيه؟ بالقولين، لأنهما ضدين، مختار ولا مش مختار. ولكن إذا عرفنا أنه مشترك وأنه قد يجعل لفظ المختار ويراد به لفظ القادر ومساويا له، إذا قوبل بالذي لا قدرة له على الحركة الموجودة كالمحمول، يعني إنسان محمول وتم إسقاطه على إنسان آخر، فهذا ليس عنده قدرة أن يتفادى أو أن يسقط على رجل آخر، فهو بمثابة العاجز. يعني هو كده كلمة هنا غير مختار يعني عاجز، وهذا مختار قادر ويراد به القادر. يبقى هنا لفظ المختار مشترك بين قادر وبين ايه؟ اللي هو غير مكره، لها ايه؟ معنيان. وقد يعبر بالمختار عمن تخلى في استعمال قدرته ودواعي ذاته ولا تحرك دواعيه من خارج، وهذا يكذب على المكره، ونقيضه ليس بمختار يصدق عليه. فإذا صدق عليه أنه مختار وصدق أنه ليس بمختار، ولكن بشرط أن يكون مفهوم المختار اللي هو تم نفيه غير المفهوم اللي هو تم إثباته. فأنا لما أقول مختار يعني قادر أو مساوية لكلمة قادر، بخلاف لما أقول مختار يعني ليس بمكره. طب كيف نبينها؟ يعني ممكن لو أنت أكرهت على قتل إنسان فعندك اختيار، هنا معناها نفي الإكراه، يعني عندك اختيار أنك يعني أنت أكرهت إن قتلت أو تقتل، فاخترت أنك إيه؟ تقتل ولا تقتل. يبقى في اختيار ولا ما فيش؟ بخلاف اللي هو مثلا حمل وراح ايه؟ وده ما فيش ايه؟ قدرة، لانه هو اعتبر زي الايه؟ زي الآلة. فلما يجي واحد اسمه مختار نسأله، نقول له انت اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ بس فيها ايه؟ تغيير في الميزان الصرفي. لما يكون ايه؟ اختاره فهو يختار، تمام كده، فكده عرفنا ان هو ايه؟ مختار، يعني هو فاعل الاختيار. انما هناك مش هتبقى اختار، هتبقى اختير. شوف كده، اختير فهو مختار، يعني وقع عليه الاختيار.
انما هناك مش هنقول اختيرا، هنقول اختار. مين اللي هيقرا؟ تقرا يلا. المدخل الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما كان في ظلم ودون شيء كدار النعم. المدخل الثاني: ان يكون الخبر في الصوره، وهو الا يكون وضعه داخلا في نمط من الجمله المذكوره، وذلك بان تكون النتيجه مطلوبه من مقدمه واحده في الحقيقه. ولست اعني به ما هو من مقدمتين بالقوه، ولكن اهملت احداهما بالذكر تساهلا، فان القياس لا ينتهي الا من مقدمتين. يعني لازم يكون مقدمتين وبينهما تداخل، يعني فيهم شيء مكرر في الاولى وفي الثانيه. او تكون مقدمتين، او تكون مقدمتان بالقوه، ولكن ليس فيهما واسطه مكرره يقع بها الازدواج. والاشتراك وعدم الاشتراك إن كان في اللفظ والمعنى فيسهل تركه، إذ نعلم أنه لا تحصل نتيجة إن قلنا السماء فوقنا والشمس صفراء. مفيش تداخل بين القولين، فإنهما مقدمتان لا تتداخلان. وإنما التداخل اللي بيسموه اندراج الأصغر في الأكبر، هذا هو التداخل. وإنما يشكل إذا كان بينهما اشتراك. لو ما فيش اشتراك في اللفظ ولا في المعنى ده سهل الناس تدركه، إنما المشكلة لما يكون في اشتراك لفظي لكن المعنى واحد، زي كلمة مختار، أقول هذا الشيء مختار وكل مختار كذا. هذا مختار يعني هو يفعل الاختيار ولا هو تم الاختيار، هو فاعل ولا مفعول؟ هنا يحصل الايه؟ الاشكال. ولننبه، يعني ممكن واحد يعمل مغالطه يجيبها في الاول اسم فاعل وبعدين يجيبها في المقدمه الثانيه اسم مفعول، ففي الحقيقه ما فيش اشتراك الا في اللفظ. وانما يشكل اذا كان بينهما اشتراك باللفظ لا بالمعنى، ولا يكون ذلك الا بسبب استعمال لفظ مشترك كلفظ المختار وسائر الاقسام التي ذكرناها وان اهملنا بعضها. ولننبه الان على امور خفيه مما اهملناه يستدل بها على ذلك، وهي اربعه. الاول: ان يكون الاشتراك في اداه من الادوات او ما يستعمل رابطه في نظم الكلام، وقوله: كل ما يعلمه الله فهو كما يعلمه، والله يعلم الجوهر فهو اذا كالجوهر. يعني شوفنا في أمور خفية وهي أربعة. الأول: أن يكون الاشتراك في أداة من الأدوات أو ما يستعمل رابطة في نظم الكلام، كقوله: كل ما يعلمه الله فهو كما يعلمه، والله يعلم الجوهر فهو إذن كالجوهر. ووجه الغلط أن هو مشترك للدلالة أو مشترك الدلالة بين أن يرجع إلى كل ما وبين أن يرجع إلى الإيه؟ إلى العالم. ووجه الغلط أنه هو مشترك الدلالة بين أن يرجع إلى كل ما وبين أن يرجع إلى العالم، وهذا وإن كان ها هنا واضح. يعني هو بيعود على إيه؟ ينفع هنا وينفع هنا، هنا يحصل الغلط. وهذا وإن كان ها هنا واضحا فإنه كف أمثال في مواضع. الثاني: أن تكون المقدمة بحيث تسلك مجتمعة ويظن أنها تسلك مفترقة بسبب حروف النسب. يعني ممكن في شيء يصدق حال الاجتماع فيظن أنه كذلك حال الافتراق بسبب حروف الايه؟ النسب، يعني حروف العطف. إذ يسلك أن يقال: الخمسة زوج وفرد، أي فيه اثنان وثلاثة. شوف كده، الخمسة زوج وفرد، فيها فردين اللي هي الثلاثة، وفيها اثنان كده خمسة، يعني فيه اثنان وثلاثة. ف
فهنا يظن هي بسبب النسق العطف أنه يصدق أن يقال طالما الخمسة فيها زوج يعني بعضها زوج وبعضها فرد، فيتوهم أو يظن أن يقال الخمسة هي زوج وهي فرد، هذا هو الخطأ، لأن الواو قد تطلق ويراد بها جميع الأجزاء، كما يقال الإنسان لحم ودم، وتطلق لإرادة جميع الصفات كما يقال الإنسان حيوان وجسم، وقد تطلق ويراد بها بعض الأجزاء كالمثال الإيه السابق. يبقى هذا وجه الإيه الخطأ. وكما يقال العالم جواهر وأعراض، أي بعضه جواهر وبعضه أعراض. الثالث ما يسلك مفترقا فيظن أنه يسلك مجتمعا، كما يصح أن يقال زيد بشير أي في الخياطة مثلا، وزيد جاهل أي في الطب، فقد صدق كل واحد مفردا. ولو قلت زيد بصير جاهل كان تناقضا. الرابع ألفاظ تظاهر المتواطئة من وجه والمشتركة من وجه. يعني هناك ألفاظ أخرى يقع بسببها الغلط أنها تضاهي المتواطئة من وجه والمشتركة من وجه آخر. وهو الذي يتناول الأشياء المتعددة التي تختلف في الحقائق وتتفق في عوارض لازمة إما قريبة أو بعيدة. في عوارض لازمة، ليه لازمة؟ في عوارض لازمة إما قريبة أو بعيدة. فقولك إن فعل العبد مقدور عليه للعبد ولله تعالى. لكن شوف الجهة هنا غير هنا. أي مقدور له كسبا ولله اختراعا، فكل واحد يشترك في أنه يسمى مقدورا عليه اللي هو المكسوب والإيه والمخترع، أعني مقدورا للعبد ومقدورا لله تعالى. ولكن تعلق قدرة الله تعالى مخالف لتعلق قدرة العبد، وقدرة الله مخالفة لقدرة العبد. فإن شبهت هذا بالمشترك المحض فقد أخطأت، إذ لا شرك بين المسميين كالمشتري ولفظ الإيه العين إلا في اللفظ. إذ أخبرنا بالمشترك عن المختلفات في الحد والحقيقة المتساوية في التلقين فقط، وها هنا لا بد من اعتقاد مشاركة ما. وإن شبهت بالمتواطئة فقد ظلمت، فإن المتواطئة هي المتساوية في الحد. وإن السماء والإنسان والشجرة مشتركة في الجسمية وحدها اشتراكا واحدا من غير تفاوت البتة إلا في أمر خارج الجسمية. وأما ها هنا فوجه تعلق القدرة بالمقدور مختلف، فقد عرفت أن الاسم الواحد يعبر به عن شيئين إما بالتواطئ وإما بالاشتراك، وأما هذا الاسم الثالث فبينهما، فلنحترق له اسم المرتب ليكون في إزاء الأقسام المعقولة ثلاثة ألفاظ ثلاثة مقولة. فهذا وأمثله إذا وقعت الغفلة عنه خرج القياس عن النوع الذي ذكرناه، فلم يكن منتجا إذ أبطل به ازدواج المقدمتين حيث جعل الحد المشترك ما هو مشترك باللفظ لا بالحقيقة. المفروض الحد المشترك يكون مشترك بالحقيقة لا بالإيه؟ لا باللفظ. المدخل الثالث. المدخل الثالث ألا يكون نظمه جامعا للشروط التي ذكرناها بعد وقوع الاشتراك بين المقدمتين، ولكنه ربما ألف من مقدمتين نافيتين أو جزئيتين، أو كان من النظم الأول ومقدمة يعني من الشروط ألا يكون النظم جامعا، والشروط التي ذكرناها بعد وقوع الاشتراك بين المقدمتين، ولكنه ربما ألف من مقدمتين نافيتين أو نافيتين نافيتين يعني سالبتين، يعني
أو جزئيتين، أو كان من النظم الأول ومقدمة المحكوم عليه نافية، أو مقدمة الحكم غير عامة اللي احنا بنسميها الجزئية، أو كان من النظم الثاني وقد طلب منه نتيجة مثبتة، أو من النظم الثالث وقد طلبت منه نتيجة عامة. وقد ذكرنا يعني عامة يعني اللي احنا بنقول عليها الكلية. المدخل الرابع، المدخل الرابع ألا تكون مفردات المعارف عن الأجزاء الأول متمايزة محصلة في الحقيقة، بل ملتفتة مختلطة متضمنة لأمور متعددة، كمن يقول مثلا في مسألة ضمان المنافع في الإتلاف إنه يضمن لأن كل من أتلف مالا ضمنه، وغاصب الدار قد أتلف مالا فيضمن. إيه القول هنا؟ فقوله الغاصب أتلف مالا، فقد ذكر مفردين المال والإتلاف، وطوى تحتهما أمورا كثيرة تلبيسا، إذ لا يصدق بهذه المقدمة ما لم يبين أن المنافع أولا موجودة، وقد أنكر وجودها بعض الناس ولا يتلف إلا بعد إلا إيه موجود. ثانيا أن يبين أنها باقية، إذ الإتلاف يستدعي البقاء، وإلا فما يفنى بنفسه كيف يتلف. والثالث أنها أموال، فما كل ما يتلف يضمن، فإن من فوت منافع بضع الأمة فقد فوت شيئا، ومن غصب بضاعة أو غصب بضاعة غصب بضاعة تاجر وحبسها فقد فوت الربح ولا يضمن. يعني مش في كل الأمور قاعدة الضمان تسري، وربما أن يبين أنه مال فإن ذلك لا يسلم، وذلك بأن يذكر حاد المال. يعني ما كيف يكون لكن هو لا يذكر إيه، يعني لا يسلم له، لازم يذكر حد المال، يعني ما هو المال الذي معه. وخامسا أن يبين أن كل مال مضمون، فإن الحبة الواحدة مال وقد لا تضمن. ها يعني لازم يبين أنه كل مال مضمون، ما الحبة الواحدة مال تقدر يعني ولو بفلس وليس فيها ضمان. وسادسا أن يبين أن ضمانه ممكن، فإنما لا يمكن ضمانه لا يمكن الحكم يعني به. أول حاجة يبين أنها إيه باقية أو أنها أموال، وبعدين يبين أنه إيه حد المال، وبعدين يبين أن كل مال مضمون فإن الحبة الواحدة مال وقد لا تقضى. وسادسا أن يبين أن ضمانه ممكن، فإنما لا يمكن ضمانه لا يمكن الحكم به. والضمان مثل والمنافع لا مثل لها، والخصم يقول إن التنانير جواهر والمنافع أعراض فلا يمكن مقابلتها بها. فقوله أتلف مالا مفردان تضمن هذه الأمور الكثيرة، ولا ندري لعل التلبيس تطرق إلى واحد من هذه المراتب. ومثاله من الكلام ما يثبت حدوث الأعراض مثلا بأن يقول كل ما رأيناه الآن في محل ورأيناه من قبل ضده فهو حادث، وبياض الشعر مثلا رأيناه الآن وكنا نرى قبله ضده فهو أيضا حادث، فهذا غير كاف ما لم يبين أولا أن ما يدرك بحاسة البصر فهو كما يدرك، وذلك بأن يعرف جميع شروط صحة الإبصار بالبحث عن الأسباب واستقراء المشاهدات، ويبين أن جميع شروط الصحة حاضرة وأن أسباب الغلط مندفعة. وثانيا أن يبين أن العرض لم يكن كاملا مستورا فظهر للبصر الآن، وظهوره هو الحادث دون نفسه. وثالثا أن يبين أنه لم يكن في موضع آخر فانتقل فرؤي الآن لأنه انتقل الآن، فيبطل انتقال العرض وكمونه حتى يتم النظر.
المدخل الخامس ألا تكون نتيجة غير المقدمة بل عينها، ولكن استعمال فيها للتلبيس لفظين مترادفين. يعني من مداخل الغلط أنه النتيجة تكون هي المقدمة، تمام كده؟ عين المقدمة، يعني زي هذه نقلة وكل نقلة حركة، يعني كأنه المقدمة دي عين دي. فقولك كل بشر إنسان وكل إنسان مكلف، فكل بشر مكلف، فقولك كل بشر إنسان وكل إنسان مكلف، فكل بشر مكلف، فقولك كل بشر كأنك قلت كل إنسان إنسان. النتيجة يعني صحيح. نعم. فكل بشر مكلف. ما هي نفسها يعني مش حاجة جديدة. أنت لو قلت كل بشر إنسان وكل إنسان مكلف، صح كده؟ إيه النتيجة؟ كل إنسان إنسان، ما فيش حاجة يعني كأنك قلت كل إنسان إنسان. ليه؟ لأنه بشر وإنسان مترادفان، هما متغيرين في اللفظ ولكن في المعنى واحد. فيفرض طلعت كده كل بشر كل إنسان بشر، يعني كل إنسان إنسان، زي كأنه قلت كل بشر بشر. بس النتيجة فكل بشر مكلف. لا، كل بشر إنسان وكل إنسان مكلف، إيه النتيجة؟ كل بشر مكلف. بس ده في إحنا عندنا ما عندناش مقدمتين، عندنا هذه عين هذه. كأنك قلت كل إنسان إنسان. ما وضح حالك، كأنك قلت كل إنسان إنسان، ما في جديد. فإنهما مترادفان، كل إنسان بشر، لما كأنك قلت كل إنسان إنسان، فيصير قولك كل إنسان مكلف، وهو مقدمة عين قولك كل بشر مكلف، لأن البشر هو الإنسان، هو نفس النتيجة. فكل بشر مكلف وهو النتيجة. ومثاله في الفقه أن يقول الحنفي في تبييت النية في رمضان إنه صوم، صوم عين، إنه صوم عين، فلا يفتقر إلى التبييت كتطوع. ونظمه أن كل ما هو صوم عين فلا يفتقر إلى التبييت، وهذا صوم يعني عين فلا يفتقر إلى التبييت، يعني تبييت النية ما دام صوم معين، يعني صوم عين. وقوله صوم عين هو في الأصل مقدمة طويت فيها بعض أجزاء النتيجة، وبيانه أن يقال ماذا أردت بقولك صوم التطوع صوم عين، فإنه لا يسلم. فيقول الدليل عليه أن من أصبح غير ناوم بالليل صلح يومه للتطوع. يعني لو واحد أصبح لم يبيت النية ينفع إيه يصوم تطوعا، ولو ولم يصلح لغيره، وما يصلح للشيء لا لغيره فهو عين في حقه، فكان هذا صوم عين. فيقال أما قولك إنه لا يصلح لغيره فلا يجب التعيين، فإن الليل لا يصلح للصوم، ولا يقال إنه عين، ولكن نضيف إليه قولك إنه يصلح للتطوع. وليس له معنى إلا أنه لا يفتقر إلى التبييت، أي تصح نيته من النهار، وهذا عين الحكم. لو أنت تأملت فوق في الحكم حتلقى هو نفسه ده. وقد احتجت إلى طلب علته، وينبغي أن تكون العلة عين الحكم، لأن الحكم نتيجة والعلة منتجة، والمنتج ينبغي أن يكون غير النتيجة. قولك تصح نيته من النهار جزء من تفسير قولك إنه صوم عين، فصار الحكم جزءا من نفس العلة. المدخل السادس ألا تكون المقدمات وهي الأجزاء الثواني متمايزة محصلة، وينطوي تحت هذا أمران: الأول ألا تكون أجزاء المحكوم به والمحكوم عليه متمايزة. يعني عندنا محكوم
به ومحكوم لكم في تميز بينهما. زيد صائم، تمام، وكل صائم فإنه يتعبد بصوم. النتيجة زيد يتعبد، ولازم يكون في تمايز. إنما لما يكون هو عين الشيء، أين التمايز؟ بأن يوجد هناك شيء من الموضوع يتوهم أنه من المحمول أو بالعكس. فقولك الجسم بما هو جسم إما أن يكون متحركا أو ساكنا، فقولك بما هو جسم لا يدرى أهو من المحكوم عليه أو من المحكوم. الجسم بما هو جسم أو لأنه هو جسم، إما أن يكون متحركا أو ساكنا. فكلمة بما هو جسم، هل ده من المحكوم عليه ولا من المحكوم؟ طب حكمنا على الجسم بإيه؟ بأنه جسم. لما هو نفس هذا هو المحكوم عليه، فكيف نجعله حكما؟ والثاني أن تكون أجزاء المحكوم عليه والمحكوم متمايزة لا يشتبه منها شيء، إلا أنها غير متمايزة في الاتساق، وذلك كما مثلنا به آنفا من قولنا كل ما علمه الإله فهو كما علمه، والإله يعلم الجوهر فهو إذن جوهر، لأن الله علم الجوهر جوهرا، فالجوهر إذن هو جوهر. ولأنه كلمة فهو، هل يرجع إلى إيه؟ إلى المحكوم به ولا إلى الحكم؟ المدخل السابق. المدخل السابق ألا تكون المقدمات أعرف من النتيجة، لأن تكون مساوية لها بالمعرفة كالنسب الإضافية إذا أوحذ بعضها دليلا على بعض، وذلك كأن تقول زيد أب لأمر لأن عمرا ابنه، فإن كون عمرا ابنا لزيد وهو المقدمة مساوي في المعرفة لكون زيد أب. احنا مش عاوزين يكون مساوي، عاوزين يكون أجلى أو أوضح، عشان بس وقت الصلاة ونحب نصلي ونأتي على طول، فلا تتأخر، تصلوا هنا أو في أي مسجد قريب وتأتون. أو أخفى منها سواء كانت ممكن، يعني لما يبقى زيد أب لعمر وعمر ابن لزيد يبقى ده إيه؟ ده إيه؟ مساوي، وإحنا عاوزين يكونوا إيه؟ أو أجلى وأوضح. أو أخفى منها سواء كانت مبينة في النتيجة أو لا. أما الثاني فكما يقال في الاستدلال على ثبوت واجب الوجود من حدوث العالم وعدم صحة استناد التأخير إلى الحوادث وغير ذلك مما ثبوت واجب الوجود أظهر منه. وأما الأول فكأن تقول كل جسم متحيز وكل متحيز يقبل التحول، فالجسم يقبل التحول. يعني كأنك قلت كل جسم يقبل التحول، لأنه كل جسم متحيز وكل متحيز يقبل، أما المتحيز هو الجسم. يبقى هنا فالجسم يقبل التحول. فإذا قيل لك ولما قلت إن كل متحيز يقبل التحول، قلت لأن الأجسام تقبل التحول وهي متحيزة، فحكمت بأن كل متحيز يقبل التحول، فقد جعلت النتيجة دليلا على الكبرى، وقد كانت النتيجة مدلولا عليها. وهذا هو البيان التوري اللي بيسموه، يعني فيه دور. أين تسكن؟ أقول لك إيه، بجوار دار عمرو. فأسألك طب أين دار عمرو؟ فتقول بجوار داري. إذا أنت لا تعرف هذه ولا هذه. قل ماشي. وهذا هو البيان التوري وحاسله، ويرجع ذلك إلى بيان الشيء بنفسه وهو محال. يعني كأنك بتبين الشيء بنفسه، فهذه مجامع الغلط من غير تطويل بإيه؟ بالتفصيل. يلا. فهذه مجامع مداحن الغلط من غير تطويل بالتفصيل، وإن كان لا يدرك كنهه إلا بالتفصيل. لذلك لما ترجع للكتب الحديثة تجد إيه الخطأ في المادة والخطأ في إيه؟ في الصورة، يعني في الشكل. ولكن الإجازة أليق بالحال،
فإن قلت فهذا مع الإيجاز أشعر بمثارات عظيمة للغلب، فكيف الأمال منها مع تراكمها؟ فاعلم أن الحق عزيز والطريق إليه وعر، وأكثر الأبصار مظلمة، والعوائق الصارفة كثيرة، والعوائق الصارفة كثيرة، والمشوشات للنظر متظاهرة. ولهذا ترى أكثر الخلق يتلاطمون تلاطم العميان، وقد انقسموا إلى فرقتين. فرقة سابقة بأذهانها إلى المعتقدات على سرعة، فيعتقدها يقينا، ويذم كل دليل وشبهة برهانا، ويحسب كل سوداء تمرة. لا تحسب كل سوداء تمرة، ولا كل حمراء لحمة، ولا كل بيضاء شحمة. فهؤلاء يعتقدون أنهم يعلمون الحقائق كلها، وإنما العميان خصومهم. وطائفة تنبهوا لذوق اليقين، وعلموا أن ما الناس فيه في الأكثر تخمين، ثم قصرت قوتهم عن سلوك سبيل الحق ومعرفة شروط القياس، إما لبلاتة في الفهم، وإما لفقد أستاذ مرشد بشير بالحقائق، غير منخطئ في ملامع السراب، مطلئ على جميع شروط البرهان. فهؤلاء يعتقدون أن الناس كلهم أميان يتلاطمون، وأنه لا يمكن أن يكون في القوة البشرية الابتلاء على الحق وسلوك طريقه. فلا ذاك الأول حق، ولا هذا الثاني صدق، وإنما الحق أن الأشياء لها حقيقة، وإلى دركها طريق، وإلى دركها طريق، وليست أوهام ولا خيالات ولا افتراضات. وفي قوة البشر سلوك لذلك الطريق، لكن بأسبابه وشرائطه. يعني التعليم مثلا ليس مستحيلا، أمرا يعني يستطيع الإنسان أن يعلم ويتعلم، ولكن لا بد من مرشد، لا بد من أسباب للعلم، كما ذكر في هذين البيتين: ألا لن تنال العلم إلا بستة، سأنبئك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. إنما كذا عميان وتخبط وتخمين لا. وفي قوة البشر سلوك ذلك الطريق لو صادف مرشدا بصيرا، ولكن الطريق طويل، والمهالك فيها كثيرة، والمرشد عزيز، فلأجلها صار الطريق عند الأكثر مهجورا، إذ صار مجهولا. وهكذا يكون مثل هذا الأمر، فإنه مهما عظم المطلوب قل المساعد، ومهما كثرت المخاوف كاع الجبان من الخور يعني خاف واضطرب. وكيف لا وأكثر العلوم المطلوبة في أسرار صفات الله تعالى وأفعاله، أنها كلها تدل على بالغ حكمته وعظيم قدرته، تنبئ على أدلة تحقيقها، استدعي تأليف مقدمات لعلها تزيد على 1000 و2000. فأين من يقوى ذهنه للاحتواء على جميعها وحفظ الترتيب فيها؟ فعليك أيها الأخ بالجد والتشمير، فإن ما أوردته يهديك إلى أوائل الطريق إن شاء الله. خلاص كده نقف عند الفصل السادس، وآخر فصل ده ولا باقي فصل ثاني؟ باقي القسم الثاني. لسه باقي. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، على معلوماتك وميلاد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون، ورفعنا عنك الغافلين.